نحن نعرف تاريخ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شهرا فشهرا سنة فسنة نعرفه مكتوب قبل البعثة وبعد البعثة متى سافر إلى الشام متى رجع في تجارة كبيرة سافر مرة ثانية وجد الله المحيط رجعه مع عمك رجع والله هذا هو محمد رسول الله الذي يجده في كتبه والله والله هو سيكتب فارجع به وراجع به عمه مرة ثانية كان غلاما فالشاهد في الأمر نعرف تاريخه لكن نعرف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما رجل فأحرقه إذن العجيب أن يصف لنا قيعان البحار يحدثنا عن قيعان البحار في السبيل ماذا يقول العلم عن قيعان البحار؟ يقول إن الشمس ترسل أشعتها يقول العلم كذا فإذا وصلت إلى السحب بدلت سمى كذا تبديل جزيئات الضوء من خلال السحب لكن الأضياف تنزل وإذا نزلت ما لا يحصل تواجه سطح الأمواج التي فوق سطح البحر فإذا واجهتها بدلت مجموعة من جزيئات الضوء ودخلت بقية الأجزاء إلى داخل الماء واستمرت حوالي 250 متر ومن بعدها تجد أمواجا في وسط الماء هذه الأمواج فإذا وجدت هذه الأمواج من تحتها غلمة حائلة على الإطلاق إذا أسباب الغلمة السحاب والموج الذي فوق السطح والموج الذي في وسط الماء وهذا الموج لم يكتشفه الإنسان إلى هذه اللحظة شوف رحمة الله عز وجل هذا العلم كيف يحدد نزول الأضياف إلى بعض البحر نحن سننزل إلى قيعان البحر في رحلة مجانية فإذا نزلنا سنجد أمامنا أسماك في داخلها إضاءة ذاتية سبحان الله انظروا إلى هذه السمكة لو كان في مقدوري أن أصيدها وأكتبها بكفي تستاهل خف الضوء علي إذا كتبت يا حبيبي الله يرضى عنك يا وطن إن أنت وطن وإذا حصلت عنا الأعلام وهذا مسلم يعني سيأتينا أيوة بس توفرك الله فسبحان الذي أعطى كل شيء خلفه ثم رحمة الله انظروا إلى هذا الفيلم يا أبنائي إذا ربنا يسبق وما شاء الله ما أنزلي تحرك من عندك يا ولدي يلا يا بطل أروني إن كان يا